reading in page 52. So we have, before you read, what kind of texts are these? هادو هاد ال texts شنو هما؟ هما they are advertisements to advertise. هي شي حاجة تدل على الإشهار. هادو دابا إشهارات نقولوا حنايا. إشهارات ديالاش ديال items. يعني ملي تكون عندك انت شي حاجة باغي تبيعها، يعني في الماضي شنو كان تيكون؟ تتمشي لواحد نيوزبيبر مثلا، تتصيفط انت تترسل واحد الرسالة لنيوزبيبر، يعني ان جورنال صحيفة، وتتكتب نتايا هادشي اللي باغي تبيع نتايا بلابريفياسيون بالاختصار. إذن what do they use abbreviations؟ الاختصار. علاش يديروا اختصار؟ لأن أنت ما يمكنلكش عاوتاني تكتب أنت هذاك الشيء كثير، لأن الجريدة هاد الصفحة اللي تدير لهاد الإشهارات صفحة صغيرة وفيها الناس بزاف، إذا أنت خصك تختصر. Where can you find them؟ In newspapers. ها هما في newspapers، في الجرائد. إذا ها هما حنا مثلا، هذا شنو باغي يبيع؟ واحد بي ام دبليو كار، اي ام اند اف ام، صافي. يعني بحال راديو ديال 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 الطوموبيل، سوني تي في، هذا تي في اند في سي ار، صافي. تلفازه، واشر، فريج، وستوف، في نفس واشر اللي هي ماكينه ديال التصبين، فريج اللي هو فريغو، ستوف اللي هو نقولوا حنايا الفران، تا هما لابتوب، كمبيوتر، باغي يبيع حاسوب، كل واحد غير هو. انت هاد المعلومات اللي تدير هنا تكون باختصار، مثلا ملي تبغي تكتب years مثلا، سنوات، تدير لها غير YRS، excellent، EXC، good، شي حاجه جديده، excellent، جيده بزاف، good، جيده، GD، كمبيوتر، COM، app، months، اشهر، MTHS، condition، هي الحاله اللي فيها. هو مثلا تيقول لك ان جود كونديشن، جود كونديشن، ها هي بحال دابا ان جود كونديشن، يعني في حاله جيده، كونديشن، سي او ان دي، ها هي كيلومترز، اصلا الكيلومتر حنا تنديرو ليه كي ام، يعني كي ام اس، ويندوز، دبليو اي ان، ان تنديرو حنا هذا الاول، هذا هو لابريفياسيون ديال وا، ملي تنبغيو نديرو وا، سبيد، اس بي دي، شوف فاهم. How many items are on sale؟ اسمع دائما ملي تكون عندك how many، عرف بان انت عندك كم، يعني غتعطينا واحد العدد او لا رقم. How many items؟ شحال كاين هنا ديال items؟ How many of them do we have؟ I have 1 2 3 4 but we have here 2، يعني تي في و في سي ار، يعني 1 1 2 3، وهنا we have 1 2 3، يعني 1 2 3 4 5 6 and 7. اذا سمحوا لي هنا انا درت 6 وهما راهم 7، لان كاين اللي تيكون تيبيع جوج الحوايج في بلاصه وحده، تيديرهم في ارتيكل واحد. 7 items. How old is the computer؟ حنا نمشيو نشوفوا. ها هو اللابتوب، قال لك 2 years old. 2 years old يعني انه هذه عامين باش شراه. 2 years old. How much is the car؟ How much هي الثمن؟ The car. What is the car؟ اها ها هي the car. اها 9000 دولارز. هو راه تيبيع BMW، سمحوا لي، طوموبيل، وهو تيقول لك زعما فيها الاي ام والاف ام ستيريو. واش نفهم انا تنظن بانه هو هذا الشيء اللي تيبيع. اذا تيبيع هو طوموبيل ولكن فيها ستيريو، واش نفهم؟ اذا 9000 دولار. هاو ماتش از ذا فريدج؟ ها هي فريدج، ها هي. اذا 800 دولار. يو وونت تو باي ذا تي في، وات نمبر دو يو كول؟ هذا الشيء علاش هما دايرينو اصلا؟ الا كنتي بغيتي تشري شي حاجه هو تيقول تيعطيك النيميرو، ها هو النيميرو، كلهم كاتبين النيميرو لتحت، ها هو. وانت الا كنتي باغي تشري شي حاجه تتعيط لذاك السيد ولا ديك السيده. ناو وي ويل بوت ايتش وورد ان ذا ابروبريت كالون. وي هاف كالرز، وي هاف ماتيريالز، اند وي هاف ايتمز. اذا عندنا كالرز، الوان، ماتيريالز، هو نقولوا حنايا مناش مصنوع واحد الحاجه تكون مصنوعه مثلا من البلاستيك، راه ماتيريالز، بوليستر، راه ماتيريالز، وود، ولا وود،
الخشب مثلا، وول، صوف، سيلك، الى اخره الى اخره، مناش مصنوع صافي. وايتمز هما الاشياء، نقولوا حنايا بضاعه ولا شيء. مزيان، ها حنا انا دايرهم بسميتو مختلفين. مثلا بالنسبه للكالرز، الكالرز كاين عندنا اصلا بلو، بلو اللي هو الازرق، كاين عندنا بلاك، بلاك اللي هو الاسود، سيلفر، سيلفر بحال الفضي، الفضي، براون، براون البني، بينك البنفسجي، لا 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 اها البينك اللي هو نقولوا حنا واخا تنتفكروا، الباج راه باج معروف، جرين الاخضر، الوايت اللي هو الابيض، والاورنج اللي هو اورنج. بينك تنقولوها على خصوصا داك الالوان، الالوان الزهريه، تنقول ليه زهري اللي تيلبسوه البنات. ثم الماتيريالز، الماتيريالز يعني اشياء مناش تصاوب، اذا قلنا مثلا من البوليستر، من كاتن القطن، لاذر اللي هو الجلد، وول اللي هو الصوفا، نايلون اللي هو لو نيلون، بوليستر، بوليستر، والسيلك اللي هو الحرير، الحرير. والشيء الاخر راهم ايتمز، شوز اللي هما الاحذيه، سوت اللي هي نقولوا حنا البدله، البدله ملي تتلبس انت سوت، راجل الرجال تيلبسوا السوت، نقولوا حنا تنسميوه كوبو حنا سميتو في فاس، ما عرفتكمش شنو شنو تسميوه، عافاكم لا كتبوا لي السوت شنو تقولوا ليها. وولتس، 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 وولتس هما المحفظه، المحفظه فين تنديروا الفلوس وهذا الى اخره. دايموند، لي ديامون، لو ديامون، الريد راه نسيناها، نسينا حنا هنايا الريد هو الاحمر صافي، الريد هو الاحمر، هذا راه كالر. نيكلاس، نيكلاس هي داكشي اللي تيعلقوه خصوصا النساء في العنق ديالهم، يعني الجولري، النوع ديال المجوهرات. سكارف هو داك الزيف ولا هذا اللي تيديروه على راسهم، سكارف، وشاح. رابر، جولد، جولد راه هو الذهب. تاي هي ربطة العنق. دريس اللي هو اللباس اللي تلبسوه البنات، يعني نقولوا حنايا كسوه كما تنسميوها حنايا. سكيرت اللي هي، اللي هي حتى هما تيلبسوها البنات. صايه، حنا تنسميوها صايه، ما عرفتش انا شنو تسميوها في سميتو في بلايص وحده اخرين. شيرت، شيرت، تي شيرت. رينج، رينج هو الخاتم، الخاتم. وسويتر، سويتر بطبيعه الحال هي نقولوا حنايا بحال، بحال معاطف ولكن صغيره، بحال كبوط حنا تنسميوه، ما عرف شنو تنسميوه، تيسميوه اذا راه، راه ايتم. The writing we have to reorder the exchanges to write the conversation between the salesperson and the customer. إذا هنايا حنا غنصاوبوا، صاوبوا واحد conversation يعني واحد ديالوج، ديالوج between a salesperson هو السيد اللي تيبيع في واحد المحل تجاري، و customer اللي هو ان كليون، زبون. شو فاهم؟ إذا مثلا غيقول ليه salesperson، يقول ليه may I help you sir، may I help you sir، واش يمكن ليا نساعدك؟ غادي يقول ليه Yes, I'm looking for a shirt. I'm looking for a shirt. أنا أريد shirt. قولوا حنا يا قميص. قميص. Three. So what size? يقول لي شنو هو القياس اللي بغيتي؟ شنو هو القياس؟ يقول لي large. Large يعني القياس الكبير. قياس الكبير. What color? شنو هو، شنو هو اللون اللي بغيتي؟ Blue. Light blue. Light هي شي حاجة اللي خفيفة. نقولوا حنا الزرق خفيف، نقولوا بحال داك الزرق تنقولوا ليه سماوي حنايا، زرق سماوي. ثم من بعد غادي يقول ليه هير از ا نايس وان، هير از ا نايس وان، قال لي سيلز بيرسون، قال لي ها هو واحد زوين بزاف. شنو فاهم؟ يقول لي هاو ماتش از ات، هاو ماتش قلنا ديال لو بري، يقول لي بشحال، شحال الثمن ديالو؟ يقول لي اتس 19 دولارز 95 سنتس. عقلوا ليها مزيان، لي سكون دولارز هادو الاول راه دولارز والثانيين راهم سنتس. 19 دولارز 95 سنتس. قال لي فاين ايل تيك ات، قال لي غناخذو، فاين ايل تيك ات. قال لي هاو وود يو لايك تو باي، قال لي سيلز بيرسون كيفاش، كيفاش غتخلصني، هاو وود يو لايك تو باي، لان ماشي كلشي تيخلص بالفلوس، كاين اللي تيخلص بلاكارت، كاين اللي تيخلص بالشيك، كاين اللي تيخلص. قال لي كاش، كاش يعني فلوس، غنعطيك الفلوس. شوف فاهم؟ اذا هذه هي لا كونفرساسيون. ثم ان ماني بارتس اوف ذا وورلد، يعني في اماكن متعدده في العالم، وين بيبل جو شوبين، ملي تيمشيو الناس للتسوق، ذي سام تايمز
bargain ولا bargain. bargain هي المساومة. شنو هي المساومة؟ هو أنك بالدارجة حنا تنقولوا في المغرب تتشاطر تتشطر. يعني مثلا تيقول لك هو، تتقول لي شحال هذه، تيقول لك 20 درهم، تتقول لي بزاف ولا ماشي 20 درهم، تصاوب معايا والثمن راه غالي وانا سناخذهم بقل وهذا الى اخره. اذا هذه هي تو بارغن، صافي، هي ديسكاس يور برايس بيفور باين برودكتس. دو يو يوجولي بارغن هنا في المغرب؟ اوف كورس اي دو. حنا في المغرب عندنا المساومه ضروريه ومؤكده، لان الا ما درتيهاش راه غادي تشري شي حاجه غاليه. اتس ا كامن براكتس ان موروكو. كامن هي شي حاجه اللي معروفه ومتداوله. ان ويتش شوبينج بليسز دو يو بارغن؟ فين انت تتساوم مثلا؟ واش يمكن لك تمشي تساوم مثلا في لي سوبر مارشي؟ لا. في المول؟ لا، لان تما عندهم لي بريفيكس. Everywhere except for the big supermarkets where the prices are beyond discussion. في كل بلاصة إلا في السوبر مارشي، إلا في البلايص اللي كاين أصلا البري فيكس. من غير هذا الشيء كل شيء خصك تكون تعرف تساوم. What items do you usually bargain for؟ شنو هما الأشياء ولا نقولوا احنا البضائع اللي أنت تتساوم فيهم؟ everything from fruits to clothes. اذا بغيتي تشري حوايج بطبيعه الحال مشيتي لشي بوتيكه، ماشي يقول لك هذه ب 200 درهم غتعطي 200 درهم، بطبيعه الحال خاصك دير المساومه. fruits نفس الشيء، vegetables نفس الشيء، في السوق، واش فاهم؟ اذا هذا الشيء كامل خصك تكون. بحال انا تنهضر على المغرب وما عرفتش، انا يقولوا لنا الاخوان اللي في دول وحده اخرى تا هما يقولوا لنا شنو واقع عندهم.